حاجات كتير في حياتنا ما بقتش أصلي. يعني إيه كل أنواع الفن مش أصلي وبرضه مكملين؟ يعني إيه كلمة فنان؟ يعني مبدع، يعني مبتكر، يعني عنده حاجة جديدة يقدمها مش حاجة جديدة ينقلها. برنامجنا فكرته مش الهجوم ولا التجريح في حد، برنامجنا فكرته ثورة للتصحيح، ثورة للريادة، ثورة للفن، عشان نرجع نفكر، عشان نرجع نشغل دماغنا مرة تانية، نرجع للريادة اللي نسيناها من زمان. اهلا بيكم في عالم مش اصلي. مش اصلي في يوم فتحت التلفزيون وماسك الريموت بقلب، ما لقيتش حاجه عدلة عشان كل الناس بتقلد توزيعات والحان كليبات وافلام، كل حاجه بقت مفتوشه. طب ده اسمه كلام؟ الابداع بيختفي، محدش عايز يشغل عقله، كل واحد بيشوف ايه اللي عاجبه ويقوم نقله ويقول لك ده اقتباس وماله، محدش واخد باله، كلام مالوش معنى، تقليد اعمى واسكتناله. لاحظوا التركي والاوروبي وراحوا شافوا الامريكاني، مشيت معاهم قالوا يعملوها تاني، لو كنت منهم اوعى تاخدها قفش، عشان لو مش اصلي هنقول لك ما بنخافش. مش اصلي. اهلا بيكم وحلقه جديده من مش اصلي، ومعاكم لسه مكملين حلقات مش اصلي. النهارده معانا كليب ظريف شويه، بس هو ما فيهوش فكره، موضوعه مش حاجه، يعني هو عباره عن نطه وميه. نعمل له كليب ليه او ننحته ليه؟ ما تيجي نعمل حاجه تانية. المهم دلوقتي احنا معانا النهارده الكليب بتاع الاستاذ وليد محمود. الاستاذ وليد محمود المخرج جاب الكليب دوت بالظبط نحته، بس الموضوع ما فيهوش اي فكره. يعني هما ناس بتنط، ناس بتطير، ناس بتنكش شعرها، نكشة شعر كده، انحت نكشة شعر ليه؟ يعني واحدة بتعمل كده ومصور التانية بتعمل كده زيها بالظبط، بعد كده واحد بيدلق عليه مية فبيدلق عليه مية، هوب واحد بينط في السماء يعني بينط من على الارض ويبقى ستوب فوق كده، لا هوب سلو موشن كده، حاجة بالتصوير البطيء يعني عشان الناس اللي مش هتفهم موضوع سلو موشن، يعني حاجات كده يعني جوه الموضوع بتاعنا غريب يعني. يعني ما فيهوش حاجه تتنحت، يتنحت ليه يعني؟ انا حد ده ليه؟ الدنيا سواد وبس ومكلفين. عايز اقول لك الكليب دوت متكلف جامد جدا جدا. الكليب دوت اتعمل، الاغنيه الناس حبتها، وكمان الكليب كان بالنسبه لي ظريف، لو الموضوع بيبقى بيتقال من غير قصه، حاجه بيوتي شوتس يعني، بس مش بيوتي شوتس، ناخدها نروح يعني ننحتها ليه؟ تعالوا نشوف مع بعض الاول قبل ما نبدا معاكم، او قبل ما نقول على التفاصيل ديت، خلينا نتفرج على الكليبين وبعد كده نكمل مع بعض. مش اصلا كانوا الكليبات. قول لي بقى، قول لي اتنعت ليه ده؟ يعني ايه الموضوع اللي فيه؟ يعني ومش عارف، موضوع الكليبات النطه بقت كتير قوي، يعني انا ما بنعرفش احنا نعمل النطه هنا في مصر، يعني كل لازم نجيب النط من بره، غريب. لسه مكملين معاكم بقى فقرات مش اصلي، محدش يروح في اي حد. ودلوقتي جه ميعادنا مع الفقره مش اصلي اللي معانا النهارده، وهي عاصي الحلاني والاغنيه باللبناني اسمها بوسة خنجر، عشان هم عمالين بيتكوا عليا سيب عندنا بالمصري بوسة خنجر، فشكلها وحش قوي، كلامهم حلو قوي والله. الاغنيه دي برضو من الخلطه اللبناني، كاتبين اسم الموزع
التركي اللي عمل الاغنيه دي سنه 2007 وهم بعد كده نفذوها سنه 2008 ومكتوب عليها الحان عاصي الحلاني. هو ده بقى اللي بنتكلم فيه، لما مطرب يعجبه لحن بره وبعد كده يحط اسمه على الالحان، هي دي الموضوع اللي زعل اللي يضايق. خلينا نسمع الاول الاغنيه التركي اتقالت ازاي وبعد كده نسمعكم اغنيه عاصي اتقالت ازاي. Söyleyelim kalbine gül 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 yaparım Tula seni şimdi tula seni şimdi Seni şimdi ham yaparım Ham yaparım seni mum yaparım Yüz kere bin kere söyleyelim Kalbine gül 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 yaparım كانت الأغنية التركي. نسمع بسرعة قبل ما تنسوا اللحن والتوزيع، نسمع على طول الأغنية بتاعة عاصي. ودلوقتي جه معادنا مع الفقرة الأصلي بتاعتنا ونجمها عمرو دياب، ألحان محمد يحيى وتوزيع حسن الشافعي. الأغنية دي اتاخدت في إنجلترا سنة 2008، الأغنية اتعملت عندنا سنة 2007 وبعديها بسنة المطرب العالمي عمرو دياب وصل اللحن ده لبره في إنجلترا، والناس فاهمة أكيد يعني إيه في إنجلترا لما حد ياخد مننا لحن يبقى الموضوع شكله عامل ازاي. طبعا كل الشكر للفنان عمرو دياب، الحان محمد يحيى، طبعا كل الشكر للفنان محمد يحيى، والفنان كمان في التوزيع حسن الشافعي. الاغنيه اصلي من الدرجه الاولى للفنان عمرو دياب. خلينا نسمع الاول، لا مش الاول، تعالوا نسمعها الاثنين، تعالوا نسمع الميكس ده ما بين الاغنيه الانجليزي والاغنيه المصري العربي للفنان للهضبه عمرو دياب. نسمع مع بعض. ولا أي كلمة حب اتقالت في يوم ما بين اتنين تسوى حلاوة كلمة منك قلتها لي That's my world I cut a throat burn a bridge if it makes me grow Spit in the face of many people I thought you should know But I doubt you understand cause you claim you perfect I've committed many sins in this place this عارف بتعمل فيا ايه كلمة حبيبي زي اللي اول مرة بيحس بأمان خليك معايا والفكرة المش اصلي تاني معانا النهاردة وبطلها ريان اغنية حرام عليك انت معانا بقالك كتير ليك حلقات كتير واغاني كتير مكرره معانا ريان وهي برضو نفس الموضوع الخلطه اللبناني اللي احنا بنفتكر ان الاغنيه مثلا لما يتحط عليها اسم ملحن او اسم موزع اجنبي بيبقى الموضوع مختلف بس لو احنا جايبين الاغنيه الحان وتوزيع من بره حاجه وان احنا نكون واخدين الاغنيه وهي مكرره وجايه من بره دي حاجه تانية
افتكر الموضوع مختلف كتير. خليني الاول اسمعكم الاغنية التركي وبعدين نسمع ريان قال ازاي. Seni ben kaybettim. Hani ben bir ömür senindim. Hiç mi hiç sevmedin? Belki de görmedin. Ne olur ne olur. دي كانت الأغنية التركي. خلينا نسمع بسرعة بسرعة علشان تعرفوا الفرق ما بينهم بالظبط إيه. هتحسوا إن اللحن والتوزيع واحد. اسمعوا أغنية ريان حرام عليك. حرام عليك والله. ماشي ما علينا. بس الاغنيه دي اتعملت سنه 2006 والاغنيه التركي اتعملت سنه 2005. طبعا بنتمنى للناس الفنانين بتوعنا والفن العربي بالكامل كل التوفيق. بس نركز شويه ونبعد شويتين على النحت حرام. دي كانت الفقره المش اصلي بتاعتنا. خليكم معانا لسه مكملين باقي فقرات مش اصلي. ودلوقتي معادنا مع التنغيم مع رنيم. ازيك يا رنيم؟ الحمد لله. حبيبي يا رنيم انا مبسوط. وانا كمان. بس جايب النهارده دي حاجه كده قويه دمها خفيف. ماشي انا موافق جدا. انا موافق. بص انت بتحب الجو. هقول لك حاجه. الموضوع بتاعك عاجبني في ايه؟ انك انت بتجيب حاجه من القديم حتى لو الناس واخداها. فالناس ناجحه واخدين اصلا من لحن ناجح واحنا اصلا ودنا بتبقى نفسها تسمع حاجة فيها يعني طرب فيها حاجة ظريفة. فأنا مبسوط جدا معاك. ببسط وأنا بسمع منك بصراحة. الله يخليك حمزة. وأكيد الناس كمان. أنا مبسوط وشفت سعادة الناس وفرحها. يعني فرحانين فعلا بجد. خلاص نسمعنا بقى أنت هتعمل إيه النهاردة. دويتو. يلا. بنت الشلبية لوزية بحبك من قلبي يا قلبي انت عينيا بحبك من قلبي يا قلبي انت عينيا كله الا حبيبي ودي تبقى دنيا الا ويا حبيبي انا ليا مين في الدنيا بعد حبيبي وبنت الشلبية عيونا لوزية حبك من قلبي يا قلبي انت عينيا بحبك من قلبي يا قلبي انت عينيا. الله حلو الدوت ده عجبني فعلا. طبعا جدا. وبومبونية لذيذ كده. بومبونية لذيذة بس في الحالة بتاعت الروح. بالزبط. لا مش بالظبط. الروح مع القفل في يعني الجمل نازل السلالم. سلم جملة نهائية القفلة النهائية مع الروح الركوز. الحرف الركوز هنا هو هنا. التركيبة كلها متشابهة بس برضو دي ممكن ترجع للروح انه مزيكا جواه. مزيكا جواه. انا انت حسيت الدويتو فقلته. حسيته فقلته. حلو. ما لحقتش احسبه قوي قبل ما اجي لك بصراحه. بس هو اللي انا يعني التحليل السريع للموضوع انه في حاجات متشابهه وفي حاجات وفي سلام. احنا اهم حاجه مش عشان الوقت تستعجلك. لا يا حبيبي لا مش مستعجل. لا لا ولو ما فيش مشكله في جزء ثالث ورابع براحتنا. ده فعلا احنا زي ما اتفقنا مع بعض. مش هقول لكم بالمشي. هو واحد ماشي في طريق
جايبين شيكابالا. خلينا نسمع الميكس ونكمل مع بعض باقي فقرات. ده كان الميكس. لقاء العمالقة موال فيروز فايزة أحمد عملاقة الفن والطرب. من حر قولت قهيت. سمعت فيروز بقى بتقول موال بتقول كده. قلبي عليك يا خير. من حر قولت قهيت. قلبي علي مزيكا. لا ايوه دي هي. دلوقتي حلقتنا خلصت. كنت مبسوط جدا معاك يا رنيم. وانا كمان. اعزائي المشاهدين زي زي المذيعين بتوع زمان. فاكر انت مذيع زمان؟ نشكر حسن استماعكم. ولا حبذا. ولا حبذا. ولا حبذا. ان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده من مش اصلي. تابعونا على طول. سلام عليكم. مش غنوه ولا اتنين بنشوفهم منحوتين ونقول مش أصلين. راح فين الفن يا ناس؟ نسمع ونشوف لحنين بالملي متشابين ولا نعرف ده بتاع مين. ونقول الله وخلاص. Leslie.